صباح الخير مرة تانية، صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة في نهارك سعيد في يوم جديد، وصباح يوم جديد من نهارك سعيد. النهاردة هيكون معانا طبعا وكالعادة في نهارك سعيد عدة فقرات ليها علاقة بالحياة السياسية والاجتماعية اللي بنعيشها في مصر. قبل ما نبتدي النهاردة يومنا وقبل ما نتكلم في أي حاجة ونسرد موضوعنا وفقراتنا اللي هنعيشها النهاردة مع بعض لمدة ساعتين مباشرة على الهواء، الحقيقة أسرة نهارك سعيد كلها بتنعي أسرة السيناريست الراحلة نادين شمس، لأنه الحقيقة مش بس هي شابة في يعني في مرحلة نقول ايه الشباب 41 سنة، مش بس انها توفت لكن كمان هي توفت بسبب الإهمال اللي بيحصل في مستشفيات مصر. خليني اصبح على ريهام ونتكلم في الموضوع. صباح الخير يا ريهام. صباح الخير يا سارة، صباح الخير على كل مشاهدينا. يعني حالة حزن كبيرة جدا بتخيم مش بس على الوسط الفني، لا علينا احنا كمان هنا، لان نادين كانت زميلة عزيزة جدا علينا في النيل المنوعات زمان، وكانت سيناريست موهوبة جدا جدا، وكانت صحفية محترمة جدا جدا، وكان قدامها مستقبل حقيقة رائع. السينما فقدتها واهلها فقدوها واحنا افتقدناها، لكن للاسف الشديد يمكن بقى يعني عايزه اقول للناس اللي احنا هنضطر يا جماعه ما نعياش، يعني هنضطر نحاول بكل الوسائل اللي احنا ما نعياش، لان اللي بيعيا في البلد دي للاسف الشديد بيموت، يعني ملهاش حل تاني، اللي بيعيا في هذه البلد بيموت. دي مش حالة نادين شمس بس، يعني نادين شمس توفت بسبب إهمال طبي، دخلت عشان تشيل ورم ليفي من الرحم رغبة منها في الإنجاب، عايزة تجيب طفل. للأسف الشديد العملية اللي اتعملت لها اتسببت في يعني مضاعفات شديدة جدا، لأن التصحيح ابتدى يبوظ الحاجات اللي بتتعمل أكتر. اتعمل لها الدكتور عمل لها ثقب في القولون أو ثقب في المصارين. أيوة. في المصارين وعمل تلوث كبير جدا جوه البطن، اتدهورت حالتها تقريبا في 36 ساعة، حصل لها شلل نصفي، جالها تدهور في الرئتين والمخ، والمخ كمان أصيب بشكل كبير جدا جدا، فضلت تعاني لمدة 10 أيام بشكل يعني فظيع ومفزع جدا ليها ولاهلها كمان اللي كانوا موجودين معاها في المستشفى بيشوفوا حالتها عماله بتتدهور يوم بعد يوم، دخلت في غيبوبه، كل ده بسبب جراحتين اتعملوا لها علشان خاطر يتشال الورم الليفي وبعدها يتعالج التلوث اللي حصل داخل بطنها. للاسف الشديد الواحد يعني ده بيخلي الواحد يتساءل سؤال مهم جدا، لما ده بيحصل في المستشفيات الخاصه اللي الناس بتدفع دم قلبها عشان بس ايه تلاقي عنايه محترمه او تلاقي تمريض نظيف شويه او تلاقي دكاتره اساميها معروفه للاسف الشديد، لكن دلوقتي الناس العاديه البسيطه اللي ماشيه في الشارع دي هتبقى كده ارواحها بلاش. يعني لما المستشفيات الخاصه اللي بفلوس اللي هم القادرين بيقدروا يدفعوها عشان يلاقوا شويه عنايه محترمه كده، المستشفيات الحكوميه ايه اللي بيحصل فيها؟ انا اعتقد والدكاتره الصغيرين بيعملوا ايه في الناس لما دي الدكاتره الكبيره، لما دول الدكاتره الاسامي اللي الناس برضو بتروح تدفع فلوس قد كده علشان تضمن الاسم ده محترم وليه تاريخ. يعني النهارده الواحد بيفكر اكتر من مره قبل ما يخش يعالج نفسه من ورم ليفي او من دمبل طالع له في وشه ولا في عينه ولا في اي حاجه، لانه الحقيقه بجد الواحد وصل لمرحله ما بقاش عنده ثقه في الدكتور اللي ممكن يكون بيعالجه في اي مستشفى، ودي كارثه لما الدكتور بتاعك اللي مفترض ان هو في ايده ان هو يشفيك ويوصلك لبر امان انت تبقى فيه مرتاح وتبقى فيه انسان طبيعي عايش حياه كريمه ما عندكش اي عاهه ولا اي اعاقه، لا انت مش واثق فيه النهارده. ملف ده لازم لا دي مأساة بقى، في مأساة تانية بس انا عايزه اذكرها معلش يا ساره، مشكله التقرير الطبي اللي طلع في حاله نادين شمس، وعايزه اقول حاله نادين شمس هي حاله من حالات كتير جدا اللي بتحصل للمصريين. التقرير الطبي طلع غير مختوم، والتقرير الطبي اللي طلع بالحاله الحقيقيه اللي حصلت، وبيدين المستشفى وبيدين الاطباء اللي عالجوا نادين. للاسف الشديد المستشفى رفضت اللي هي تختم التقرير ده، طلعت تقرير تاني بيحط حاله مختلفه تماما واسباب وفاه مختلفه تماما، وهي هبوط في الدوره الدمويه. بقى دلوقتي اي مصيبه واي مشكله بتحصل لاي حد في مصر بيبقى سببها هبوط في الدوره الدمويه. يعني اعتقد ان يعني يمكن يكون وفاه نادين هي سبب لفتح ملف الاهمال الطبي اللي موجود في المستشفيات، وفتح ملف ده يمكن تكون وفاة نادين هو إنقاذ لأرواح ناس تانية. رحمك الله يا نادين، والله يرحمك، والله يرحم يعني بنعزي طبعا أهلها وأصدقائها، وهيفضل يعني الجرح ده موجود في قلوبنا كلنا الحقيقة.
يعني ما فيش كلام خلاص بعد اللي بتقوليه دلوقتي يا ريهام، ولكن ده قتل مع سبق الإصرار والترصد، لأنه لما يبقى فيه حتى تقرير طبي يطلع يقول إيه الحالة اللي حصلت بالظبط، ومع ذلك يبقى فيه تستر على الحالة أو على الموقف اللي حصل داخل المستشفى للسيناريست نادين شمس، ده في حد ذاته اسمه قتل مع سبق الإصرار والترصد. إن شاء الله نحتسبها عند الله، ويعني في الجنة بإذن الله إن شاء الله. طيب احنا النهارده هيكون معانا في اولى فقراتنا فقره الصحافه، من خلالها هنسرد مع بعض اهم العناوين والمنشطات الموجوده في جميع الجرائد سواء كانت المستقله او القوميه، هيعلق عليها الاستاذ احمد سامي متولي، هو الصحفي بجريده الاهرام. عندنا كمان القمة العربية هتقام يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ابتدت التحضيرات ليها منذ عدة أيام في الكويت، والنهاردة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب هناك. إيه أهم الملفات المطروحة على أجندة القمة العربية؟ ده هنناقشه النهاردة مع السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. النهارده هيكون معانا كمان في فقره من فقرات نهارك سعيد الاستاذ يسري العزباوي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. خلينا كده نحلل معاه المشهد السياسي اللي احنا بنعيشه دلوقتي وقرب الانتخابات الرئاسيه اللي مفترض انه يوم 30 في الشهر هيعلن عن موعد الانتخابات الرئاسيه، ونشوف برضو راي الناس ايه في المرشحين اللي مفترض ان هم هيكونوا موجودين على الساحه، يعني بيبقى فيه كلام كتير جدا في الموضوع ده، وكمان حوالين اللي بيحصل من جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الشارع. كل يوم حد بيكون معانا فقرة اقتصادية ثابتة بنتابع فيها أهم المستجدات الاقتصادية اللي بتحصل في بلدنا، واللي أكيد مرتبط ارتباط كبير جدا بالأحداث كمان السياسية اللي بتحصل. ضيفنا النهاردة دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. الانتخابات في نادي الزمالك خلاص أعتقد أنه يعني احنا بنشوف دلوقتي في الشوارع اللافتات قد إيه بتعلن عن المرشحين لمجلس إدارة نادي الزمالك. هنتكلم عن الموضوع ده ونتطرق فيه النهاردة، وكل الكرويين اللي حابين هم يتابعونا النهاردة في آخر فقرة في نهارك سعيد هيتابعونا مع الكابتن سعيد لطفي، هو لاعب في نادي الزمالك، لاعب سابق في نادي الزمالك، هنتكلم معاه في هذا الموضوع ونحاول كده نعرف منه شوية تفاصيل، يمكن نحاول نقرب أكتر من الحياة الرياضية جوه نادي الزمالك. منشطات وعناوين الصحف بعد الفاصل مع الصحفي الأستاذ أحمد سامي متولي.